البدايه هتكون بكلامنا مع حضراتكم عن بعثه النادي الاهلي اللي توجهت بالامس الى المملكه العربيه السعوديه، طبعا استعدادا لمباراه يوم الجمعه اللي جايه امام اتحاد العاصمه الجزائري في السوبر الافريقي. طبعا كلنا تابعنا يعني انتظام جميع اللاعبين الدوليين مع البعثه بعد اعفائهم من المواجهات الوديه لمنتخباتهم باستثناء اثنين، علي معلول مع تونس وبيرسي تاو مع جنوب افريقيا. كابتن خالد بيبو وضح ان الثنائي هيتواجدوا في المعسكر في المملكه العربيه السعوديه بمجرد ما ينتهوا كل واحد فيهم على حده من مباراته مع منتخب بلده. طبعا ماتش السوبر ماتش مهم جدا ولينا حديث طويل عنه في الفقره الحواريه الثانيه، طبعا دي هي ضربه البدايه للموسم الجديد. بص يعني خلينا نتكلم ونبدا في الاستعدادات او بالاستعدادات. امبارح كمان كان كولر حريص انه يجتمع مع جهازه والمعاون طبعا واللاعبين وبحضور طبعا زي ما كريم كان بيقول كابتن خالد بيبو عشان يتكلموا عن التحديات الفتره اللي جايه واللي هي مش هتكون بسيطه بالمناسبه، والموسم الجديد كمان اللي هيبدا فيه يعني ماتش السوبر الافريقي ان شاء الله يوم الجمعه، وبعد كده انطلاق بقى الدوري ومباراه السوبر اللي هتكون يوم 18 سبتمبر تحديدا، غير الاستعدادات الخاصه بالبطوله يعني المستحدثه طبعا بدوري السوبر الافريقي. يعني عندك لسه شوط كبير جدا يا كريم ومحتاج تركيز ومحتاج حاجات كتيره جدا من مارسيل كولر تحديدا، و الراجل بصراحة مش مقصر. يعني لما تيجي كده حتى تتابع تلاقي لا كولر من المديرين الفنيين اللي أثبتوا، مش احنا اللي خدنا الفكرة عنهم، اللي أثبتوا ان هو فعلا بيعمل دراسة وبيذاكر كويس قوي وبيعد بشكل كبير جدا، وده بيبقى واضح على أداء اللعيبة بعد كده وطرق اللعب حتى اللي بيستخدمها. كولر كمان شرح واتكلم مع الجميع عن أهمية المرحلة والتحديات اللي جاية، طموحات الجماهير كمان اللي هي حطاها رقم واحد واللي لازم تترجم على أرض الواقع بحظ طبعا للبطولات زي ما حصل وقلنا الموسم اللي فات. يعني هنرجع نقول تاني بلغه الارقام، أيوة. كولر خاض مع الاهلي 60 مباراه وفي ده بنتكلم في 44 لقاء، تعادل في 11 وخسر في 5، فلما تيجي كده تحسبها في المجمل لا دي ارقام محترمه جدا، فبالتوفيق ان شاء الله للي جاي. طيب.